تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام. الحمار الوحشي هو حيوان من فصيلة الخيليات، ويطلق عليه أيضا حمار النرد. يتواجد بكثرة في إفريقيا الشرقية والجنوبية. فسر ابن سيرين رؤية الحمار الوحشي في المنام بأنها تشير إلى رجل ذو أخلاق سيئة في حياة الرائي، ويبرره مكيدة. ركوب الحمار الوحشي في المنام تدل على ابتعاد الرائي عن الطريق الصحيح الذي كان يتبعه في حياته. أما تناول لحمه تشير إلى حدث جيد للرائي في حياته العملية. أنثى الحمار الوحشي في المنام تدل على فعل الرائي الكثير من الأمور السيئة في حياته. أما رؤيته في المنام تدل على رجل سيء الطباع، ويعامل من حوله بحدة وبطريقة غير لائقة. شرب لبن الحمار الوحشي في المنام تشير إلى سفر الرائي خارج وطنه من أجل الرزق الحلال. عراك الحمير الوحشية في المنام تشير إلى تعرض الرائي للكثير من المشاكل والأزمات في حياته. ركوب الحمار الوحشي كما قلنا تدل على حدوث أمور مبشرة في حياة الرائي العملية. تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام للعزباء. رؤية الحمار الوحشي في المنام تشير إلى زواجها من شخص سيء الطباع، ويعاملها بخشونة وجفاء. ركوب الحمار الوحشي في المنام للعزباء يدل على أنها سوف تتزوج من شخص غير مناسب لها، وستعيش معه حياة تعيسة وحزينة. تناول لحم الحمار الوحشي للعزباء تشير إلى أنها سوف تمد يد العون لشخص مجهول يحتاج المساعدة. ذبح الحمار الوحشي في المنام للعزباء تشير إلى تخلصها من كافة المشاكل والعقبات التي كانت تمر بها في الفترة الأخيرة. تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام للمتزوجة. رؤية المتزوجة الحمار الوحشي في المنام تدل على انتهاء الفترة الصعبة المليئة بالحزن والهم التي كانت تمر بها في الفترة السابقة. فالحمار الوحشي في المنام للمتزوجة يشير إلى آحة أبنائها الذكور الذي يعامل بشكل غير لائق، وحزنها بسبب ذلك. رؤية المتزوجة حمار وحشي في المنام قد يدل أيضا على كثرة الخلافات والمشاكل بينها وبين شخص مقرب منها. تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام للحامل. رؤية الحامل الحمار الوحشي في المنام تشير إلى أنها سوف تضع مولود ذكر سيكون في المستقبل له شأن عظيم ومكانة مرموقة بين الناس. جري الحمار الوحشي وراء الحامل في المنام تدل على حدوث أمور مبشرة في حياة زوجها في الفترة القادمة. تفسير رؤية الجحش في المنام. ركوب الجحش في المنام تشير إلى كثرة الهموم والغموم في حياة الرائي في الفترة القادمة. مسك الجحش في المنام تدل على حدوث أمر سار في حياة الرائي قريبا، والله أعلم.